هذا اليوم العالمي اللي تنظمه كل سنة المنظمة الدولية للصحة تتعلق بأمراض خطيرة جدا مزمنة، ألا وهما الالتهاب القصبات الهوائية المزمنة. السبب الرئيسي تاع هذا الأمراض المزمنة هو التدخين والتلوث البيئة. Le 21 novembre, on célèbre نحتفلوا لا جورني مونديال تاع لا لوت كونتر لا بي بي سي او، مرض قصبات هوائيه اللي تتزير وتعطي دي سيمبتوم.